عليكم، كلشي بخير. اليوم غنقدم لكم وصفه للشعر، وهي خاصه لتطيب الشعر. المكونات ديالها هما زرعه الكتان، جوج معالق كبار ديال زرعه الكتان، كاس كبير ديال الماء، قل من نص كاس ديال زيت العود، و وحده لافوكا. هاد لافوكا كانت عندي فريغو، درتها فريغو باش طيب مزيان باش تصلح للشعر. وغناخذو كاسرون ان شاء الله ونديرو فيها زرعة الكتان وكاس تاع الماء، ونديروها فوق البوطه على نار مهيله تتبخ لينا وتعقد باش تطلق دوك سميتو دوك لي سيول ديالها ديال. ودابا غنديروها فوق البوطه ونخليوها تبخ ونعاود نرجع لكم ان شاء الله. بعد ما حيدتو من البوطه ولا لينا على هذا الشكل، غادي نصفيو صفايه خرج لنا هاد الكميه. ولكن بما ان شعري قصير انايا، يعني نتوما تقدروا ديروا بزاف، وغنعاود نديرو ثاني في زيف حياتي باش نعاود نعصرو. ديروا في زيف حياتي ونعصروه مزيان. نستعملو الأيدي ديالنا باش نعصرو. علاش هادشي باش يعطينا بزاف؟ علاش كنديرو يدينا باش يعطينا بزاف؟ وبعد ما حصلنا على هاد الجيل بهاد الكميه، شو كي كيطلع لينا شو. اذا هنا غادي نديرو غندير لافوكا. لافوكا غنديروها في مولينيكس. واللي عنده بنانه متوفره عنده بنانه حتى هي يزيدها، غير هي تكون طايبه. انا ما متوفرش عندي دابا، حاليا ما متوفرش عندي. وغندير جيل نص كاس، هذاك قل من نص كاس ديال زيت العود، صافي. ونطحن كلشي. وبعد ما حصلنا على هذا الخليط المتجانس بحال هكا حصلنا عليه، وهذا هو الخليط ديالنا. غنشدو خصله خصله بالشعر، وغادي نطليو فيها بحال هكا، غنطليو فيها بحال هكا بحال هكا، ونجبدو مع التجبيد هكا. ومنين نساليو في الاخير نكملو الشعر كله، نديرو بابيي سوفيريزي ونسدو ونخليو واحد ساعه ولا ساعتين، واحد ساعه ولا ساعتين، ونمشيو به للحمام وندوشو في الدار. كل واحد على حساب. اذا بعد ما كملت لكم هاد الوصفه وهاد لا فيديو، نتمنى منكم تدعموني وتسبسكرايب وتفعيل الجرس وشكرا.